عرس في بيت لنا وليد محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. في البداية بهذا الفيديو مع الجميلة قمر طائر اللي تفاعلت في مجموعة من الستوريات، كشفت قمر انه هي ما بتقدر تاكل ولما عم تاكل عم تستفرغ. بنتمنى لقمر الشفاء العاجل. وين استفرغ الاكل؟ اوكي، ما يبقى اي شيء ببطني لما ما اكل، وضعي تمام، حياتي سعيدة، اشرب موي، اشرب عصير، حياتي سعيدة، انا اكل اتضرر. اوكي، نمر الى لنا ولين محمد اللي عملوا فعالية اليوم وصرحت لنا انه هنن عم يدوروا على عروس لخالهم. اترككم على ستوري ورايكم بخصوص هذا الخبر. لا خالو اعزم، يعني اذا في عروس 30 جاري كانت على قناه. عندنا لين، عرفي عن حالك. انا لين محمد وبركب سيارتنا دائما. مصطفى معنا، مصطفى عرف عن حالك. مصطفى معضل، صار لي 4 ايام بالجن. لا هو صار نص ساعه على الكاميرا. كل واحد له مصاري. الحمد لله عندي انا وحده، اعطيت لحظه اي وحده. ماني روحي، هيك بكون خلاص الفيديو، باي.